بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وجروب وصفات من الاخر للبنات. اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية ان شاء الله. اوعدكم الفترة الجاية ان شاء الله هيكون فيديوهات جامدة جدا عن كل المنتجات المتوفرة عندنا، كل المنتجات المتوفرة في الجروب. وحابة افكركم برابط جروب الفيس اللي لسه مشتركش، هسيب لكم لينك الجروب في الديسكريبشن في صندوق الوصف. اللي حابب يشرفنا هناك الجروب مفتوح النشر للجميع، التفاعل حلو جدا، منتجات اوريجينال، منتجات مصرية، منتجات طبيعية، كل اللي تحلمي بيه واللي هتحلمي بيه واللي لسه ما حلمتيش بيه ان شاء الله هتلاقيه متوفر عندنا في الجروب. شحن لجميع انحاء الجمهوريه وقريبا ان شاء الله شحن دولي. حابة اعرفكم عن بعض المنتجات المتوفره، بعض المنتجات مش كل المنتجات طبعا، في منتجات كتير زي ما احنا شايفين، حنه للجان الهنديه، سيرم فيتامين سي دكتور راشل، حنا برايم دولهان، زيت كيش، كريم بيور وايت، ليف مغربي، صابون مغربي، طمي مغربي، كل ما يخص الحمام المغربي هو هتلاقيه عندنا. ماسك القدم تقشير، وماسك اليد، والدلكة السوداني، والسويت السوداني، كل المنتجات دي متوفرة بفضل الله عندنا. والجديد كمان عندنا ميكس الزيوت الهندية بالجاز، كريم بيور وايت الفرنسي طبعا متوفر، الدلكة ديت الدلكة الأصلية، دلكة برازيل الأصلية، كريم بيور وايت الفرنسي زي ما شفت اهو موجود عندنا برضو متوفر. حنة لجان دي حنة جميلة جدا هندية، الدكاترة في الهند بيوصفوها للناس من جمالها ومن التأثير اللي بتعمله على الشعر. بدل ما نروح نهلك شعرنا في الصبغات ونوقع شعرنا ونهلك الشعراية وندمر الشعراية قدامنا، يعني بصراحة اخوانا اللي استخدموا الحنة دي عجبتهم جدا جدا جدا، تدي طراوة، بتدي نعومة، بتدي لون، وبتعالج كمان القشرة لان فيها اعشاب، الهنود حاطين فيها اعشاب بتعالج قشرة الراس، بتنظف الفروة، بتمنع التساقط، الشعرية بتبقى سميكة مع استخدامك لها، هتلاقي الشعر بقى سميكة، وفيها كمان بتعزز نمو الشعر وبتنبت وبتنبت الشعرايه. فعندنا من انواع الحنه الهنديه المتوفره في حنه برايم دولهان، في حنه ليجان، وقريبا جاي لنا ان شاء الله في الشحنه الجايه حنه نوبار الهنديه. في انواع كتير للحنه بس دول اشهر حاجه في الهند. اللي في المغربي طبعا كلنا عارفينه، والدلكه ادي الدلكه قدامنا طريقه الاستخدام بتاعتها، دي انضف نوع دلكه سوداني، كل غرقانه بالزيوت، غرقانه غرقانه بالزيوت، وريحتها رهيبه. يعني انت لو طبقتيها على الجسم وغسلت الجسم هتلاقي الريحه بتاعتها ثابته معاك لمده اسبوع، يعني ماشيه معانا لمده اسبوع، ريحتها فظيعه، فيها زيوت للترطيب والتنعيم. متوفر طبعا حنه لجان زي ما احنا شايفين، حنه لجان بتدي اللون اللي هو الاحمر البرغندي، اللون النبيتي. وفي حنه برايم دولهان، الحنه دي برضو جميله جدا، بنعجنها بالزبادي، بنعجنها لو عندك ميه الكركديه او مغلي الكركديه او مغلي الشاي بتتعجن بيه، ومع نص علبه زبادي، وممكن نحط عليها بيضه، معلقه عسل، معلقه بلسم، بتقلب كله وبنطبقها على الشعر. طبعا ندهن، ندهن الجلد اللي هو القهره واللي تحت الودان عشان الصبغه ما تجيش يمتهم بالفازلين. عندنا زيت الزيت ده حلو قوي 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 للناس اللي عندها هيشان وبتعاني من التقصف، الزيت ده جميل، متوفر منه الحجم ال 200 مللي والحجم ال 100 مللي، متوفر عندنا الحجمين. زيت امامي السيفن اويل ده ميكس زيوت هندي مشهور جدا جدا، مشهور اسمه الامامي او السيفن اويل، مشهور جدا على النت، ريفيوهاته مكسره الدنيا، واخد 5 ستار على امازون، يعني حاجه فوق الخيال. ادي اللون اللي بتديه لما بنطبق حنا لجان، ادي اللون اللي بتديه، بتتعجن بالبيضه زي ما انتم شايفين، هو رسمين اهو، هنا ليف، هنا باودر، ايج ميكس، يعني بنخلطها بالبيضه وممكن نحط عليها زبادي برده مفيش مشكله. الشركة دي شركة عريقة في الهند منذ سنة 1995. الحنة ديت من كتر ما هي مشهورة في الهند بقت بتتوصف كعلاج، الدكاترة بيوصفوها كعلاج. حنة نوبار، حنة لجان، حنة برايم دولهان، اشهر ثلاث واحسن ثلاث انواع حنة موجودة في العالم، موجودة في العالم مش ببالغ صدقوني.
يعني طبقيها على شعرك كده وانت مطمنه، بدل ما تروحي تهلكي شعرك في الصبغات ما انتش عارفه ايه ده، تحرقي وتقعدي تشقري، وبعدين مش محتاجه تشقير ولا حاجه، انت بتجيبيها تعجنيها وتطبقيها على شعرك 5 6 ساعات، بتلاقيها ادتك اللون، شعرك تحسي ان الحياه ردت فيه تاني، تحسي ان الصحه رجعت له تاني، تحسي ان هو بقى فيه لمعه، تحسي ان هو بقى طبيعي، تحسي ان هو بقى يعني صحي اكتر. ده سيرم فيتامين سي دكتور راشل اهو زي ما انتم شايفين الاصلي والقابي، عندك الباركود وعندك كل حاجه موجوده على العبوه، ده الاصلي 100%، الاصلي 100%، وكشف عليه في برنامج الباركود هيطلع لك على طول. المنتجات دي متوفره من خلال الجروب بتاعنا، شحن لجميع المحافظات، اللي عايز يتواصل معايا يتواصل في الخاص، هناك كل حاجه كاتباها على الجروب، هسيب لكم زي ما قلت لكم لينك الجروب في صندوق الوصف. متوفر زيت كاش، متوفر جميع منتجات الحمام المغربي والحمام العطري، متوفر جميع انواع الزيوت، عشبة المشاط وزيت المشاط، زيت الخردل، زيت القطران، زيت الميكس الهندي بالجاز، زيت القنبلة، زيت امامي، زيت كيش كينج، شامبو كيش كينج، جميع المنتجات الهندية متوفرة من خلال جروبنا ومن خلال صفحتنا. الليف المغربي ده انضف نوع ليف، اللي هو ليف كسل الخلود، صنع في المغرب زي ما انتوا شايفين، الليف ده كويس جدا جدا، ده الليف الاصلي تستخدميه في الحمام المغربي عشان يجيب نتيجة معاكي، ما نروحش نجيب ليف تقليد ونقول اصل هو ما بيفركش، اصل هو ما بيطلعش الجلد الميت، اصل هو خشن، او اصل هو لا، الليفه دي مظبوطه بالملي، الليفه دي هي الليفه الاصليه بتاعه الحمام المغربي. متوفر ايضا ماسك القدم زي ما انتم شايفين، الماسك ده برضو بيقشر لو عندك تشققات، عندك خطوط، عندك غمقان في رجلك في كوعك، الماسك ده بيقشر، فيه ماسك للايد وفيه ماسك للقدم وفيه للجسم تقشير وفيه للجسم مقشر احماض فواكه، بيقشر الجلد وبديلك الطريقه بالظبط تقشري بيها ازاي. ده زيت برشوت الهندي، هوريكم دلوقتي ان هو ده الاصل، اللي مش متعامل عليهوش ولا كلمه عربي، هندي مكتوب كلمه، لو ركزت هتلاقي مكتوب كلمه ميد ان انديا. المنتجات دي حلوه جدا، يعني انا مش بختار اي منتج، انا بختار المنتجات بتاعتنا بعنايه، المنتجات اللي تجيب نتيجه مع الناس، بحيث ان الزبون لما ياخد الحاجه يبقى راضي ويرجع يطلب تاني، مش هجيب حاجه مضروبه او حاجه كوبي وابيعها الزبون يلاقي الحاجه وحشه عمره ما يطلب منك تاني. فاحنا بنجيب المنتجات اللي هي رفوياتها كويسه متجربه، وتقييماتها على المنصات 5 ستار. منتجاتنا كلها متجربه، خشوا على الجروب وشوفوا رفيهات الناس، شوفوا رفيهات الزيت القنبله، حاجه يعني عظم على عظم. كل المنتجات دي متوفرة، لطلب الاوردر بتكلميني على الرسائل الماسنجر، وهسيب لكم زي ما قلت لكم رابط الجروب في صندوق الوصف، شرفوني وشوفوا بقية المنتجات، ده جزء من المنتجات مش كل المنتجات، يعني ده جزء من المنتجات اللي عندنا، عندنا منتجات كتير جدا جدا، وفي جملة وفي قطاعي، وعندنا طبعا متوفر السويت السوداني اللي مكسر الدنيا كلها، طالع الترند، متوفر من خلالنا بسعر حلو جدا، متوفر العبوه الربع كيلو جملة وقطاعي. اتمنى تنوروني وتشرفوني، واي حد عنده استفسار ياريت يسيبهولي في التعليقات، واحنا بنرد على الاستفسار بتاعه في اقرب وقت. اسيبكم بقى تتفرجوا على المنتجات، وشكرا لكم.